اسمح لي ياسر. اتفضل يا فندم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش هطول كتير عن الكلام اللي اتقاله، لكن انا عايز اللي قاعدين زي ما قال معالي الامين العام اللي قال من 50 سنة، انقله الاحساس اللي انا عشته في الفترة ديت. احنا كان الجيش المصري قبل 67 من الجيوش اللي بيعتبر من الجيوش القوية جدا في المنطقة، وده كان حال اتشكل في وجدان المصريين خلال على الأقل من 56 لـ 67، ودي حالة اتشكلت وبقت كل المصريين عندهم ثقة كبيرة جدا في قوة الجيش. النتيجة في 67 كانت ما بتقولش كده. فحصل للجيش وللشعب المصري، ومش بس الشعب المصري، يمكن لدول كتير، حالة من يعني أنا مش عايز أقول كلام صعب، لكن حالة من فقد الثقة والانكسار وانخفاض شديد في الروح المعنوية. وده عشان كده كانت الجهود اللي بتبذل لإعادة بناء القوات المسلحة جهود مضنية جدا، وكان الشعب المصري بيعيشها يوم بيوم يوم بيوم. كل معدة بتيجي المصريين شايفينها ومستنيينها. فالحالة دي اللي اتشكلت في الوقت ده بعد 67 كانت حالة صعبة جدا جدا، وعشان كده الرئيس السادات والجيش في الوقت ده لازم يذكر له بكل تقدير واحترام وانحناء. الحقيقة ازاي هو في وسط الحالة دي اللي كلنا مش مصدقين ان احنا نقدر، كلنا كنا مش مصدقين. انا بكلمكم عن انسان كان موجود، يمكن ما كنتش كبير قوي صحيح، لكن انا كنت رغم صغر السن في الوقت ده، لكن عايش ده. يا ترى هنقدر صحيح؟ يا ترى ممكن؟ مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة قوي، احنا محتاجين كشعب وكقوات مسلحة ان احنا نتعامل دايما بالموضوعية وبالعلم مع قضايانا، مش بالعواطف ومش بكلام، يعني بالعلم والموضوعية. احنا كنا غير قادرين على ان احنا، فرق القوة كان ضخم جدا في الوقت بتاع 73، القرار كان صعب جدا، وعشان كده كان الرئيس السادات وقيادة الجيش في الوقت ده والقوات المسلحة في الوقت ده كانت مستعدية كلها تموت وما يستمرش الوضع ده كده. أنا بتكلم على إيه؟ على الجنود، على الضباط، على ضباط الصف اللي كنا بنقابلهم ونتكلم معهم، يقول لك لا احنا كفاية بقى. أنا بقول الكلام ده لكم ليه؟ بذكره دلوقتي ليه؟ عشان اوعوا حد مش ياخد الجيش، ياخد البلد، ياخد البلد للحتة دي. كلنا منتبهين وكلنا واعيين وكلنا خايفين على بلدنا عشان اليوم ده ما يتكررش تاني. احنا بنقول الكلام ده النهاردة بعد المدة دي كلها، واحنا الحمد لله سينا تحررت وفي معاهدة سلام، وده خيار استراتيجي احنا مؤمنين بيه ومشغلين عليه. لكن الدروس اللي احنا بنستفيد منها من الحالة اللي احنا عشناها، من قراءتنا لتاريخنا، من توقفنا امام هذا التاريخ للاستفادة منه والبناء عليه. نفس الكلام، القرار بمنتهى القوة اللي اتاخد للحرب، أنا بقول بمنتهى الصراحة، ما كانش في حد في المنطقة وفي مصر يقبل بمبادرة السلام اللي الرئيس السادات طرحها. كان الوقت الناس كلها الوجدان تشكل على عداوة وعداوة شديدة جدا واستعداد للقتال للآخر خالص. ما كانش حد شايف كتير اللي كان شايفه الرئيس
الثبات وبياخد القرار ده. ما كانش حد شايف. ولو حد رجع للتاريخ وشوف رد الفعل للموضوع كان عامل ازاي على المبادرة ديت، كان لوحده وكان عنده ثقة في ربه وثقة في رؤيته وأمانة القرار اللي ياخده لأجل خاطر يخلي باله ويحافظ على بلده ويستعيد أرضه، ونجح. محدش كتير وقف قدام النقطة ديت وقال إن الرئيس السادات كان لوحده. ما كانش في كتير مؤمن بفكرة السلام ساعتها. إحنا بنتكلم بعد 50 سنة عندما تشكل وجدان جديد ووعي آخر وحالة جديدة في نفوس الناس اللي هي حالة السلام والتشبث به. يبقى نقطة واحدة أتكلم فيها معاكم، يا مصريين مش يا جيش، يا مصريين مش يا جيش. هتجدوني دايما بأكرر إن التحدي اللي موجود قدام مصر هو تماسك الدولة المصرية. إحنا التحدي مش خارجي، التحدي مش خارجي، التحدي داخلي. إزاي تاكلوا بعضكم؟ إزاي تموتوا بعضكم؟ إزاي تكسروا بعضكم؟ اصحوا وانتبهوا، هو ده الدرس الجديد بقى، ده الدرس الجديد بقى اللي احنا محتاجين نفضل كلنا حكومة، مواطنين، شعب، مفكرين، مثقفين، إعلاميين. إذا كنتوا خايفين على بلدكم بجد، شكرا جزيلا.